بهدف تحقيق التواصل المتميز مع العاملين بوزارة الأوقاف، التقى دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية، وذلك في حضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية. على جانب آخر، افتتح وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية مسجد القصبي بمدينة نبرو بعد صيانته وترميمه بتكلفة تقدر ب2.5 مليون جنيه. استخدام الوسائل الحديثة لنشر صحيح الدين مع التصدي لأصحاب الأفكار المتطرفة والهدامة، وإطلاق برامج الدعوة الإلكترونية حتى نصل برسالتنا إلى جموع الناس لنشر صحيح الإسلام، تأكيدة وزير الأوقاف خلال لقائه قيادة الدعوة بمحافظة الدقهلية، والهدف مواجهة الكتائب الإلكترونية للجماعات المتشددة بالحجة والبرهان. أهم نقطة عندنا العناية بالإمام وبثقافة الإمام، واليوم بتنطلق ونحن هنا ثلاث دورات. دورة اليوم في السوشيال ميديا والتعامل مع أدوات العصر الحديث بعمل 20 دورة تبدأ يوم الثلاثاء بواقع 50 إماما في كل يوم. في نفس التوقيت اليوم هناك مجموعة من الدورات مستمرة في صهاج، هناك في الإسكندرية، ففي الوقت الذي نعنى فيه بالمسجد نعنى فيه ببناء الإمام، هدفنا بلدنا ونشر الفكر الوسطي الصحيح. سنبدأ بتفعيل تصحيح المفاهيم المغلوطة، في نفس الوقت محاربة الفكر المتطرف بصحيح وصريح نصوص القرآن والفهم الصحيح وأي فهم المقاصدي لصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لقاء قيادات الدعوة إلى افتتاح 3 مساجد جديدة بمختلف مدن محافظة الدقهلية، ضمنها مسجد القصبي بمدينة نبروه في حضور لفيف من الشخصيات، افتتاحات تأتي إثباتا بمدى حرص الوزارة على صيانة وترميم المساجد القديمة ورفع كفاءتها كالحرص على بناء الجديد. على مستوى محافظة الدقهلية تم تطوير خلال 9 أشهر فقط 65 مسجد ما بين رفع كفاءة وصيانة وما بين إنشاء جديد تتخطى 400 مليون جنيه. يمكن على مستوى محافظة الدقهلية في السنوات السابقة على أرض الدقهلية من شهر 9 حتى الآن افتتحنا ما يقارب 65 مسجد ما بين إنشاءات جديدة على نفقة وزارة الأوقاف وما بين إحلال وتجديد بالجهود الذاتية وما بين صيانة وترميم. يمكن 65 مسجد كلفوا ما يقارب 400 مليون جنيه. افتتح مسجد في قرية نشا في مركز نبرو، وده يمكن حراك دي خطة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا حراك جميع المساجد اللي هي بتقام او بتم ترميمها او بنائها عن طريق المجتمع المدني. في دولة بات لها مقومات حديثة، لم يقتصر دور وزارة الأوقاف على عمل المساجد فقط، إنما الانطلاق بقوة في تدريب وتأهيل الآئمة والعاملين بها بوسائل المستجدات العصرية لتكون وبحق مصر الجديدة التي نادى بها رئيس الجمهورية. ما بين بناء وتشييد، إحلال وتجديد، صيانة وترميم، يأتي افتتاح وزارة الأوقاف للعديد من المساجد على مستوى محافظات الجمهورية ليبلغ العدد أكثر من 1450 مسجدا في 9 أشهر، دلالة ولا أقوى على اهتمام الدولة المصرية بالإعمار ليس في دور العبادة فحسب إنما في مختلف القطاعات. من محافظة الدقهلية، وليد هيكل، التلفزيون المصري.